المؤلف رحمه الله العدل. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. ثلاثة بالتاء قل العشرة في عد ما أحدهم مذكرة في الضد جرد والمميز اجرري في الضد جرد والمميز اجرري جمعا بلفظ قلة في الأكثر ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نسبا قد أضف وأحد ذكر وصلا هو بعشر مركبا قصيدا مع ذي ذكر وقل لدى التانيث إحدى عشرة والشين فيه عن تميم كسرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فعل قصد ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدم وأولي عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكر وليا لغير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حين وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشر نفسا وينهما وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب وصوم اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل واختمه في الثالث بالتاومة ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء وإن تريد بعض الذي منه بني تضيف إليه مثل بعض بين وإن تريد جعل أقل مثل ما فوقوف حكم جاعل لا حكم وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركبين أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب بما تنوي في وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه وقبل عشر نذكر وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتسر أحسنت وأنا مثلك الحمد لله رب العالمين. قال أحمد الله العدد ما ساوى نصف مجموع الحاشيتين القريبتين أو البعيدتين على السواء هذا تعريف العدد. سبعة تساوي نصف مجموع حاشيتيها القريبتين أو البعيدتين. سبعة حاشيتها الدنيا ستة والعليا ثمانية إذا جمعتهما فهي نصف مجموعهما والله ولا تختلف هذه القاعدة أبدا. ستة أصعد فوقها درجتين سبعة ثمانية تسعة أصعد ثلاث درجات وانزل ثلاثة خمسة أربعة ثلاثة اجمع ثلاثة وتسعة ثلاثة وتسعة ومجموعهما يساوي ستة نصف مجموعها ستة على قولهم العدد ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء. قال رحمه الله ثلاثة بالتاء قل العشرة إذا عددت من ثلاثة إلى عشرة فاجعل العدد على عكس المعدود إن عددت مذكرا أنثى العدد وإن عددت مؤنثا ذكرت العدد. قالوا ما سر ذلك؟ تقول خمسة رجال وسبع نسوة. قالوا المتكلم في بداية الكلام عد الذكور وعلى نية الجماعة أو المجموعة وهي مؤنثة أنثى العدد فلما استقر تأنيث العدد مع الذكور وكانت هناك ضرورة أن يخالف الإناث الذكور عندما جاءوا يعدون الإناث ذكروا العدد معهم قالوا هذا أحسن ما قيل في هذا الموضوع. تقول سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما هذا إذا ذكر المعدود فإن لم يذكر فالأصل أن يراعى. تقول سرت سبعا تقصد ليالي وصمت خمسة تقصد أياما وقد لا يراعى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال قال بست من شوال لم يذكر المعدود لم يراعى. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة يقطع عشرة أيام عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام وعشرة لم يذكر المعدود لم تراعى القاعدة والأكثر تراعى. قال عليها تسعة عشر ملكا راعى القاعدة. أنا قولي ثلاثة بالتاء ولا ثلاثة بالتاء قل عشرة في عد ما أحد في الضد جر والمميز يجر بلفظ قلة في الأكثر من ثلاثة إلى عشرة التمييز جمع قلة مجرور. تقول ثلاثة أطفال خمسة أطفال هذا إذا كان العدد جمع قلة فإن لم يكن له جمع قلة لم تضع العرب له جمع قلة اجعل له جمع كثرة
تقول تقول خمسة أفئدة، خمسة أفئدة، أفئدة جمع قلة. تقول خمسة رجال، رجال جمع كثرة، رجل لم تضع العرب لرجل جمع قلة. بارك الله. ما قيم والمميز أجر رجلا بلفظ قلة في الأكثر. قد لا يكون له جمع تكسير أصلا، مثل بقرة. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان، أهملت العرب تكسيره وضع له الجمع سلامة. أظهر أبقار، لا قصدي بقرة، بقرة وهي بقرة، أبقار لعله جمع بقر. والله أو يجاور ما أهمل تكسيره، مثل وسبع سنبلات خضر، سنبلات لها تكسير سنابل، لكنه جاور بقرة وجمل كسر. إذا كان اسم جنس، اسم جنس فأنثه وذكره واجعل بعده كلمة من. تقول عندي خمسة من الغنم، لأن الغنم مذكر. تقول عندي غنم كثير، وتقول عندي خمس من البط، لأن تقول بط كثيرة، وتقول عندي خمسة من البقر أو خمس من البقر، لأن البقرة يذكر الأنث. وقل إن البقرة تشابهت علينا. ما قولي والمميز أجر لجمعا بلفظ قلة في الأكثر. اقرأ. ومئة والألف للفرد أغل. قال مئة تضاف للفرد مفرد مجرور، والألف مثلها. تقول عندي مئة كتاب وعندي ألف كتاب، ومئة والألف للفرد أضيف، والمئة نعم، ومئة بالجمع نسرا قدر أضيف. سمعت مئة مميزة بجمع. قال ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين، ثلاثمائة سنين، سنين جمع، لم يقل مئة، قال مئة سنين، فمميز المئة جاء جمعا. والله مئة في الأصل لا يميز بالمئة إلا ثلاثة وأخواتها، وأحد عشر وأخواتها، أما الألف فتميز كل شيء. تقول عندي ثلاثمائة إلى أن تقول تسعمائة، وعندي إحدى عشرة مائة إلى أن تقول عندي تسعة عشرة مائة. والألف لا، تقول عندي ألف وألفان وثلاث ألاف وخمسون ألفا وثلاثون ألفا وأحد عشر ألفا. هذا قوله ومائة والألف للفرد أضيف، ومائة بالجمع نصر قد أضيف. اقرأ. وأحد أذكر وصل لأنه بعشر. قال أحد عشر، إذا عددت ذكورا قل أحد عشر مركبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا. وأحد أذكر وصل لأنه بعشر مركبا قاصيدة معدن ذكر. والله وقل للثالث إحدى عشرة، تقول عندي إحدى عشرة جارية. والله نعم في الاثنين، في الصد والعجز، إحدى عشرة، وعندي إحدى عشرة ساعة. أنا قوله وأحدكم وقل لدى التانيث إحدى عشرة، والشين فيها عن تميم كسرة، الشيتين تميم يقولون عشرة. ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت نفع القصر. مع غير أحد وإحدى، وهو ثلاثة إلى تسعة، ما معهما، ما مع أحد وإحدى، من تذكير العشرة مع المذكر وتأنيثها مع المؤنث، افعل معهما فتكون العشرة في التركيب على عكس وضعها في الإفراد. ومع غير أحد وإحدى، وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر إلى أن تقول تسعة عشر، ما معهما، ما مع أحد عشر، ما مع إحدى وأحد، فعلت بالعشرة، وهو أنك أنثتها مع المؤنث وذكرتها مع المذكر. اسلك هذا السلوك معها. تقول عندي، تقول حضر ثلاثة عشر رجلا وثلاثة عشرة امرأة. عشرة فعلت بها مع الثلاثة إلى تسعة كما فعلت بها مع الأحد والإحدى.
ذكرتها مع المذكر وأنثها مع المؤنث. واضح؟ تقول أول. تقول 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 حضرة ثلاثة عشر رجلا، ثلاثة كوضعها في الإفراد، وحضرت ثلاثة عشرة امرأة، ثلاثة إلى تسعة استقر لها غير هذا، أنها لا توافق المعدودة بحال، لا إفرادا ولا تركيبا. والعشرة وضعها في التركيب بعكس وضعها في الإفراد، تخالف الإفراد وتوافق التركيب. ومع قوله ومع غير أحد وإحدى، وهو ثلاثة عشرة إلى تسعة عشر، ولا تدخل الاثنى عشر لأنه سوف يذكرها. واضح؟ ما معهما فعلت فعل قصة، ومع غير أحد وإحدى، ما معهما فعلت بالعشرة ففعل قصد، وهو تأنيثها مع المؤنث وتذكرها مع المؤنث ذكر. واضح؟ وهي ثلاثة وتسعة وما بينهما ركب ما قلت. ثلاثة وتسعة لا يختلف وضعها في التركيب عنها في الإفراد. ولثلاثة وتسعة وما بينهما ركب ما قدم، وهو ثلاثة بالتاء يقول العشرة في عد ما أحدهم ذكره بضد جر. واضح؟ وأولي عشرة اثنتي وعشرة، كذلك اثنا عشر واثنتا عشرة، الصدر والعجز يتفقان مع المعدود، تقول حضر اثنا عشر رجلا وانبجست منه اثنتا عشرة عينا، وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، اثنتي عشرة أسباطا، أسباطا بدل وأمم تمييز. نعم. وليالي غير الرفع وارفع بالالف، وليالي غير الرفع وهو النصب والجر، وارفع بالالف. واضح؟ هذا مستغنى عنه بقوله بالالف يرفع المثنى وكلا اذا بمضمر، هنا لا ادري لما جاء به ولا بد انه عنده غرض في هذا. وليالي غير الرفع وارفع بالالف، والفتح في جزء سواهما الف، اثنا عشر واثنتا عشرة الصدر معرب والعجز مبني، اما احد عشر الى تسعة عشر فإن الصدر والعجوز مبنيان. علة بنائهما، علة بناء الأول أن الثانية نزل منه منزلة التأثيث وما قبلها مفتوح، والثاني بنية لأنه نزل منزلة واو العطف، والاسم إذا ضمن مع الحرف بنية. إذا قلت جاء خمسة عشر رجلا كأنه قلت جاء خمسة وعشرة، لماذا لم تقولوا يا عرب جاء خمسة وعشرة؟ قال يظن انهم جاءوا متفاوتين وهم انما جاءوا دفعا. واضح؟ انا قوله وليال يغير الرفع وارفع بالالف والفتح في جزء سواهما الف. خلاص. كما تريد. مميز العشرين للتسعين بواحد كاربعين حين. مميز العشرين الى التسعين واحد منصوب. واحد ذكرها. منصوب اوضحها بالمثال. واضح؟ تمييز العشرين إلى التسعين، ميز العشرين إلى التسعين بواحد كأربعين حين. وميز مركبا بمثل ما ميز عشرون فسويهما. وميز مركبا بمثل ما ميز عشرون، وهو المفرد المنصوب، أحد عشر رجلا وإحدى عشرة شجرة. ماذا أقول؟ وميز العشرين إلى التسعين بواحد ك... وميزوا مركبا من إمام وميز عشرون فسويناهم أجعله. ماذا قال بعد ذلك؟ تتوقف؟ أنت تحب أن تتوقفوا؟ الشيخ الشيخ كنت أريد أن أعطيكم زيادة لكن أنت قلت لا تكفي. إي صح. الشيخ قومي دور المجد بانوها، قومي دور المجد بانوها، شيخ كيف اللي اعرفهم؟ حاضر. قومي مبتدا مرفوع بضم مقدر والياء مظهر الحجر، دور مبتدا مرفوع بضم مقدر، المجد مضاف اليه، بانوها خبر بالمبتدا الاخير. الاخير يا شيخ؟ لا وين كان في المعنى الاول؟ الاول كان جرى عليه في اللفظ، يقول جرى عليه في اللفظ. بانوها خبر مرفوع عن طرفه الواو. عظيم. والهاء مضاف إلى محل جر، وجملة دور المجد مالها محل جر خبر الأول، وهنا الأصل عند البصرية إبراز الضمير من الخبر لأعلى مغير من هو، كان عليه يقول بانوها هم. أقول بانوها هم. شيخ ممكن تعطيني أبيات قتيلة حتى على نفس أخاها المضى؟ لا أحفظها كثيرا، يبغالي أرجع لها.
شيخ اذا انا عندي يا شيخ مكتوبه لكن غير مشكوك مشكله ما قدرت. جيب انا قراك جيب. ان شاء الله الله يحفظك. يا راكبا ان الازيله مظنته بخمس مسكه خامسه وانت موفق قد غذى بها ميتا بان تحيه ما ان تزال بها النجائب تخلق مني اليك وعبره مسبوكه جالت بواكبها واخرى تخلق هل يسمع عن النطق ان ناديته وكيف تسمع الميت لا ينطق. ثم قال محمد اصل وكل بكلمه بحولها بقومها والفحل فحل مؤلق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغرور المحنق فالنظر اقرب من اساك قرابته واحقهم ان كان عتق يعتق ولت سلوك بني ابيه تنشر لله ارحمهم هناك تشققوا. ليش؟ يقاد الى المنية كذا وهو عان موثق يعني تصف قدره الله يجزاك خير. لكن نسأل الله فيه نزلت فيها 14 آية هو القائل وقالوا لما نرى الخطاب فجأة لا رضي الله عنه كان شيء على السنة وهو مؤسر.